ولا امثال ولا امثال شيء لا 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 اول مره نيجي عندك تسمعنا كده لا مش جسنا احنا كده بس احنا جسنا كان معاكم 1500 تليفون انت معاهم نعم انت معاهم اسمع ولا تقول في حد هنا ولا عيب انا لا اعرفك ولا شفتك ولا كده حديك ليه انت عطيك انت ليه؟ طيب 500 بس ما ابغى 1000 يا اخي انت مهبول ولا ايه؟ ابغى بس 500 بس مهبول انت؟ بس شوف الزياده شوف مهبول انت؟ يا اخي جاي انت هنا اكيد معاك فلوس يا اخي مين اللي قالك انا اجي اكل وامشي عندي شغل مانيش فضيلك ولا فاضي الحكي الفاضي بتاعك ده يا اخي الاخ من جاي يقول لي عايز فلوس ومش عايز فلوس وجاي بيمد ايده عايز يمد ايده في هو؟ اهو زي ما انت شايفه اتفضل يا يا اخي ولا كلمني ولا عايز اشوفك اصلا خلني بس طيب اتفضل يا سمحت انا كله في ورط المطعم يا اخي روح يا اخي اتفضل بره فين المطعم ده فين صاحب المطعم يا اخي شوف لنا يا اخي الشخص ده يا اخي واحنا جينا ناكل عندك لقمه ولا جاي ده يقول لي هات واحد طلعوا لي بره طلعوا لي بره اتفضل مين انت عشان تقول نطلع بره اتفضل بره مين انت اصلا انا صاحب المطعم صاحب المطعم عمر صاحب المطعم ما يعمل كده طيب انا ضيف في المطعم وبقول لك اهلا وسهلا فيك ضيف في برنامج ملاجئ ولكن السياسه اللي نفسها احنا يا اخي شوف روح ولا اقلب الترابيزه اللي على دماغك روح يلا امشي من هنا يلا تمام تمام انت ضيف معانا في برنامج انت كمان عاوز ضيف معانا
السلام عليكم. مساء الخير. اهلا وسهلا فيك. ممكن بس تطلع لي الله خليك، حنعمل معاكم لقاء اذا امكن. طبعا احنا بنقول احضر اسمح، احنا بنقول موضوع مهم الا وهو موضوع الادوية وصرف الادوية بدون رجعة الى الطبيب. ما ايه؟ انا قبل مدة أيه؟ جاي هنا معطيني حبوب، اقول له ما معطيني حبوب حق رفع الضغط ما ادري وش يبغى مثل حقول ذاك. انا حبوب ضغط؟ انا؟ ايه امتى؟ من امتى؟ يعني يعني متى؟ عادي حبوب رفع ضغط؟ يعني كم يوم؟ من كم يوم؟ في يومين ثلاثة؟ يعني احنا برضو اعزائي المشاهدين احنا معانا الضيف، طالع معانا الضيف. طبعا احنا اعزائي المشاهدين نأسف ان اخذنا عفوا الدكتور، وكنا مقاصدين انه انك مثلا تقول تتكلم وتنصح اوكي، وللأسف الشديد انك مش قد النصيحة هذه. مدام الشخص يقول انك اول مرة اشوفه، وبعدين انا اولا مش هديك اي ادوية للضغط اللي مزاره جتة، لان عشان اديك ادوية الضغط لازم يكون يقيس ضغطك، وانا اقيس ضغطك ازاي وانا مش عارف ادوية الضغط اساسا؟ ما تعرفش تصرف الا بدون امر الدكتور. انت اللي عملته دلوقتي اللي هو ايه؟ انتوا جزارين ولا بتجزروا الناس؟ لا لا لا، احنا ما بنجزرش الناس. لا لا لا، واحد اللي حصل منكم؟ لا 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 لا، يعني همك تجارة، همك تجارة. لا لا، ما مش ممكن، مش على حساب ارواح الناس. ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ عمره ما يحصل الكلام ده خالص. ده اللي بيحصل. لا اذا كان بيحصل بالنسبة ضعيفة جدا. لا مش وبعدين سواكم زي بعضها صح ولا مش سواكم زي بعضها؟ اوكي يعني اقول لك حاجة، بين انا مدام انا صيدلي وحل في مدام الناس سواكم مش زي بعضها. اوكي انا اقول لك برضو الناس بتيجي مش زي بعض، تعديلوا ابتداع حبوب ابتداع افصل الكتريك افصل الكتريك افصل ازليتك ازليت ليش زعلت ليه؟ زعلت ليه؟ طيب زعلت ليه؟ انت اساسا بتهين للصيدلي. مش بهين الصيدلي. لا لا لا، انت كده اهانه للصيدلي ولا اسمح بيها. خلي بالك مش اهانه للصيدلي. طب استنى استنى، تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا اسمحش لك تهين الصيدلي ابدا. تعمل ايه بس؟ ما تمسكش الكاميرا. انت بتهين للصيدله. انت اساسا بتهين للصيدله. لا لا بس ما تمسكش الكاميرا. ازلت لو سمحت بره الكاميرا لو سمحت. اوكي احنا حنطلع، لكن برضو لا ده احنا حنطلع، لكن برضو حنقول لك احنا حنطلع، لكن برضو كده انت كده البرنامج ده بتاعك بيسيئ لسمعه الصيدله. ليه ايه الشباب؟ ايه ورا كده؟ ايه ورا كده؟ عشان نقفل المحلات. تقفل المحلات؟ طب والناس هتاخد ادويه منين؟ من البقالات. من البقالات مدام انتوا بتبيعوا. البقالات مدام انتوا بتبيعوا واحنا هنبيع كمان. البقالات كمان. على العموم احنا بنقول لك كل سنه وانت طيب، واحنا اعزائي لا نقصد هذا الموضوع، بل نقصد الكوميديا والفكاهه. ليس من جميع الصيدليات، هناك صيدليات للأسف أنها بتتعامل بهذه الطريقة، لكن احنا اخترنا الصيدليات الجيدة اللي لها اسمها ومكانتها، وفعلا الدكتور زعل علينا وكان حيطفي الكاميرا ويخربها لنا. شكرا دكتور، ونتمنى لك التوفيق، ونقول لك كل سنة وانت انتم تربطوا بدور وصف الطبيب، انتم فاتحين تجارة اصلا. لا مش مضبوط. لديك اعتراف؟ لا لدي، كلامنا كله خطأ، ليس له اساس من الصحة ولا واحد في المليون. إيه؟ وانا اروع ربنا الاول قبل كاميرا وتلفزيونات. لا تقول كده يا دكتور. زي ما انا اتكلم صحيح. لا تقول كده واعلم واتقي الله واعرف انا بقول ايه. الحمد لله يعني. مو صحيح. ما اكذب انا. مو صحيح يا دكتور. انا صحيح واعتقي انا ايه. عشان تتفضل اذنك يا اخي. يا اخي انا بقول لك انا عارف انا بتكلم. مش صحيح الكلام هذا يا دكتور. كلام صحيح مش صحيح يا دكتور. صحيح. انا كاميرا بتكلم. يا اخي لا كاميرا. احنا نناقش مشكله. احنا نقول لك شيء واحد، اهلا وسهلا فيك ضيف في برنامج ملاقيف، ولكن بتاع رمضان كل سنه وانت طيب. خبصونا لنا الحمد لله. كم صرف له فعلا؟ صرف. نعم صرف. إذا كيف يا دكتور تتمثل أمامنا؟ أنا ما أمثل شبه البر. لحظة ده لا صرف للدواء، وبالجيتار 4 الصبح. أنا صلاة تفرق الساعة 1 الصبح. مش عن 4 الصبح ولا 5 الصبح، المفروض أنكم تصرفوا وصفة طبية ترجعوا إلى مين؟ للطبيب. طيب ماشي أوكي. زين؟ أوكي. أولادنا راحوا ضحية إيش؟ ضحية إيه؟ ضحية تسمم. أنت جيب لي خطأ حصل وتتكلم عليه وتقول لي أنت كان عملته. أنا الخطأ العام. ماشي أنت جيب لي خطأ. لا أنا أتكلم عن الخطأ العام. أنت جيب لي خطأ. اسمعني أنا أتكلم عن الخطأ العام.
عرف كيف المفروض انكم توصفوا او تعطوا احد يجيك مريض مريض صداع تقول له مريض صداع تقول ايش تقول له تقول المريض صداع والله انت عندك صداع ما توصفش ما توصفش طبعا ما توصفش له ان الصداع ده المفروض بيكون دلاله على مرض معين المفروض يكشف الدكتور عشان يعرف سبب الصداع احنا بنقول نتاسف اعزائي المشاهدين ويجب معاقبه هؤلاء بهذا الشكل مش راضي يعني هات لي خطأ وكيف وغلط وحسبنا عليه وغلطنا عليه وحكينا عليه لما كنا غلطنا طبعا هات لي الخطأ وحسبنا عليه فين الخطأ اللي انا اخطأته اي حد يتكلم انت كذا كذا انا كذا اسمه هتحسبنا عليه فين الخطأ طيب احنا نخاطب ونقول معلش نأسف للاخ ونأسف للغلط اللي حصل اوكي واحنا نقول لك اهلا وسهلا فيك ضيف في برنامج ملاقيف ولكن وكل سنة وانت طيب عرفنا على اسمك تركي الاسمري تركي الأسمري أخوي تركي عندنا موضوع مهم ألا وهو موضوع زيارة الأقارب وزيارة المستشفيات طبعا خاصة وفي عيد الفطر المبارك طبعا إن شاء الله قادم بأيام عيد الفطر المبارك ودنا نتكلم عن هذا الموضوع ما هي الزيارات الواجبة طبعا في زيارات واجبة على الأخوان اللي هي زيارة الأقارب وزيارة الأخوان في كل مكان وزيارة طبعا يكون في أشخاص المفروض أن نروح لهم ونتجه لهم طبعا في زيارات عديدة المفروض الاخوان يتجهون لهم والمفروض الاخوان يحاولون بقدر المستطاع انهم يجتمعون لهم ويروحون يتجهون لهم ونقول لهم شكرا للاخ الفاضل طبعا بعيد الفطر المبارك وايضا زيارة المرضى بما ان مسلمين يجب علينا زيارة الاقارب وزيارة المرضى بعيد الفطر المبارك وايضا نقول لكم صلوا ارحامكم بما ان ديننا الحنيف حسن على هذا الشيء دقيقة بس اكمل الكلام جايبنا هنا عشان تتكلم ولا اللي حتكلم برنامج ايه ده برنامج ده اسمه برنامج اسمه ايه يعني اسمه ايه نتكلم عن موضوع اللي هو وجوب الزيارة طبعا في عيد الفطر المبارك والتسامح بين الناس وزيارة الاخوان المستشفيات طبعا احنا بننصح الاخوان نقول لهم يجب زيارة الاقارب في المستشفيات ويجب زيارة الاخوان برضو ونحاول بقدر المستطاع ان نزور اخواننا وعدم الابتعاد عنهم طبعا الموضوعنا هذا يتكلم عن عدة مواضيع الا وهي طبعا بعيد الفطر المبارك الا وهي الزيارات فلذلك احنا نحاول بقدر المستطاع ان نقرب البعض ونحاول بقدر المستطاع ان نقترب للاخوان ونقترب لبعض الاخوان ونقول لهم يجب زيارة الاقارب يا اخي شعيب نقول لك كل عام وانتم بخير مناسبة قدوم العيد الفطر انه ابغى اتكلم عن موضوع له جدا زيارة الاقارب او اوقات العيد في ناس ما توصل اقاربها ما توصل في الجار ما توصل في اخوه ديننا الحنيف حتى على صلة الاقارب صلة الجار صلة المرضى يا اخي احنا مسلمين لابد ان يعني نصل في بعض خاصة ان العيد هو صلة الرحم بين الاخ واخيه وصديق وصديقة فكل واحد ودنا تكلمون للسادة المشاهدين تقدمون نصيحة للسادة المشاهدين طبعا لابد تتكلمون عن صلة الرحم صلة الجيران صلة الأقارب برضو تتكلمون عن زيارة المرضى في لأن هذه يوم في السنة برضو ننصح السادة المشاهدين يصلون جيرانهم يصلون لأقاربهم ونشكركم شكرا على السادة المشاهدين تكلم معانا اتكلم معاه وخلينا كده انت برنامج اجيب يا زول ده مجنون ورينا الحاصل هذا ما تكلمت معنا في العيد وعايزين نوريك مثلا العيد مثلا في السودان في السعوديه عندنا غيره ما في غير الناس ما تكلموا تفضل يا اخي ما قالوا ولا كلمه يا تكلمت انت معه؟ لا لسه ما حصل لسه ما تكلمنا اتكلموا لنا عن عيد الفطر المبارك ووجوب الزيارات لهالمناسبة العيد والله المفروض اصلا المفروض الواحد يتجه لزيارة الاقارب في العيد ويحاول بقدر المستطاع انه يتجه لها لان زيارة الاقارب واجبة نقول شكرا والى اللقاء في الحلقة القادمة باذن الله أعزائي المشاهدين هنا وهنا فقط وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة كل ما أتمناه هو أمرين اثنين الأول أن تحوز حلقتنا على رضاكم والثاني أن تنتظرونا في نفس الموعد ولكن من يوم غد إن شاء الله وتذكروا أن هدفنا هو رسم الابتسامة على شفاهكم